أطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، وأجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا العشرين في تعداد أشواط صباح هذا اليوم في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الحاضرة. شوطنا العشرين مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو شوط خاص باللقاية الجعدان المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المثيرة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتقدم ننطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. شايم على الصدارة يتقدم في هذه اللحظات بشعار سلطان بن محمد بن سلطان الخيلي، من ياتي بناموس هذا الشوط منذ البداية يندفع اندفاع تلقائي يلي مع المركز الثاني مضبوط لحمدان بن حمد بن سالم الدرعي. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى مياس ياتي ثالثا بشعار راشد بن دنان بن فالح الشامسي، من يتقدم بدوره على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع يصل يتقدم ينطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء المتميز وبهذا العرض المثير الحذر لسعيد بن سهيل بن الحطم العامرياتي رابعا، ومع المركز الخامس وصول تقدم وانطلاق ايضا في هذه التحديات ايضا مع الشبابي، احمد بن سالم بن سلطان الزرعي يقدم الشبابي على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، اقناد محمد بن سالم بن ناصر النعيمي يتسلل بدوره مع المركز السادس. المركز السابع شغف بشعار سعادة محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي، ومع المركز الثامن من الجانب الآخر صايب مطر بن يمعة بن مطر الأخيلي. بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع نتابع القدوم والتسلل مع معوض بشعار خميس بن فايل بن حمد الزرعي. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات. المركز العاشر شاهين يتقدم في هذه اللحظات بشعار طهميمة بن مطر بن عنوده العامري، من بدأ يتسلل بدوره مع المركز العاشر. هذه النتيجة، ندانا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط، ولكن مياس اللي قاد المجموعة. راشد بن دنان بن فالح الشامسي يتقدم ينطلق يقدم هذه السلالة، سلالة مياس من عشق هذه السلالة منذ فترة طويلة. ياتي بتحديات مياس على صدارة هذا الشوط بالحطم مع المركز الثاني، يقدم الحذر سعيد بن سهيل بالحطم العامري متابعا لتحديات الحذر مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل يتقدم صايب مطر بن يمعة بن مطر الأخيلي، ومع المركز الرابع وصل الشبابي مع المركز الرابع بمتابعة أحمد بن سالم بن سلطان الدرعي أو الزرعي، من يأتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والتقدم. التقدم أيضا لسياف للسيل بن سعيد بن حربي العامري، يصل بدوره على مستوى المركز الرابع. وصلت الأسامي والشعارات والتحديات القادمة مع المركز السادس يصل معوض لخميس بن فايل بن حمد الزرعي. الانطلاق أيضا لأشقر، من يصل على مستوى المركز السادس للسير بن مبارك بن محمد بن عنوده العامري،
بأول نداء يتسلل يتقدم مع المراكز المتقدمة، ولكن منعود مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام مع بداية هذا الشوط بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. بدأت التحديات مبكرة في هذا الشوط، وسياف سياف على الصدارة، سياف على المقدمة، السهيل بن محمد بن حربي العامري ياتي 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 بتقدم سياف، السهيل بن سعيد بن حربي العامري، ولكن يصل يصل ايضا مرحب 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 محمد بن سعيد بن صالح الزرعي، والقدوم القدوم في هذه اللحظات مهتوي اللي وصل في هذه الانطلاقات لعلي بن محمد بن زيد بن ديلة، يصل مع المركز الثالث، وصلت الأسامي والشعارات المتميزة في هذا الشوط واللحظات اللحظات الأخيرة. التحدي التحدي ما يخاف لسعيد بن سالم بن سعيد بن غدير، قلب موازين الشوط ما شاء الله تبارك الله، سلام نزوة سلام، تهانينا لمالك ما يخاف سعيد بن سالم سعيد بن غدير، فاجأ الجميع في اللحظات الأخيرة وانتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لمسهيل المركز الثاني، لعلي بن محمد بن زيد بن ديلة المركز الثالث، يصل الزعيم لفهد بن سعيد بن سليم الجحافي المركز الرابع، جاء مداوي لمحمد بن حمد بن جابر المري المركز الخامس، انطلاقة الشبابي لعبد الله بن سيف بن محمد العميمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات الوصول، 7 دقائق 30 ثانية جزئين من الثانية، هو توقيت وتحديات مشاهدينا متابعين الكرام. ما يخاف تهانينا لسعيد بن سالم بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني جاء مشاهدينا متابعين الكرام مهتوي لعلي بن محمد بن زيد بن ديلة. توقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية و5 أجزاء من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 32 ثانية و6 أجزاء من الثانية، اللي هو الزعيم لفهد بن سعيد بن سليم الجحافي.